كلام على محمل الاختصار المقيت اللي حصل ده، فأنا طبعا جاي في وسط أهلي ومع إخواتي إن أنا أقول إن الموضوع لا يتعدى فعلة شيطانية من حد حاول الشيطان. بس الحمد لله يا الحمد لله في ناس كتيرة تفهمت الموضوع ده. فأنا طبعا ما أمي تشتمت يعني الحمد لله. طيب الفيديو اللي كان موجود حضرتك وانت لسه بتتكلم فيه، ممكن توضح لنا الكلام اللي حضرتك قلته؟ كنت تقصد بايه؟ اكيد اتخذ من سياقه او كده، ممكن تقول لنا كنت تقصد ايه؟ شوف انا اصحابي عايزين يخرجوني من حاله ما، فاتكلم على مين؟ اتكلم على السيده ام كلثوم اللي كل يوم من الساعه 10 ل 11 بعمل بوست لها على الاغنيه بتاعتها. كويس؟ فرحت قعدت اتكلمت كلام الكلام الطبيعي اللي انا بتكلمه معاكم ده. ففي ناس ولاد حلال ممكن يبقى في ناس مثلا زعلانين من الاستاذ حسين، زعلانين من الاستاذ ايمن، فممكن ياخد منه جمله في سياق ساعه ويشيطنوا بيها عادي، بتحصل كتير. لكن انا كان نفسي الناس يعني ما تركبش الترند، لان دي بقت مساله عايز اقول لك بقت بتشكل دلوقتي رعب في المجتمع المصري، ان بقى لو هم عايزين يطلعوا واحد السما السبعه النهارده وبكره ينزلوه سبع ارض بتبقى عادي، يعني ما لهاش مشكله. حضرتك بتقول ان ده كل يوم بيعمل بوست عن السيده ام كلثوم، يعني بتكتب بتقول ايه عنها؟ شوف هقول لك على حاجه، ممكن يكون انا بسميها سيده مصر الاولى، فده ممكن يكون عمل ازعاج لناس، ممكن ليه لا. وعايز اقول لحضرتك ان لما انت تيجي بتتكلم على شخص، مش لازم تبقى انت عندك محبه ليه، ممكن يبقى انا عندي محبه طاغيه وكل شويه بفكرك بيه، كل شويه بفكرك، ممكن ده بيزعج ناس كتيره. ما هو مش عارف حد قال يعني عند حضرتك حب طاغي لأم كلثوم. على فكره دي جلاله الملكه، وده اللي مزعلني انا، ده اللي مخليني انا زعلان، لان هم اجتزموا ساعه او ساعه وعشر دقائق في دقيقتين، وصوروني بقى ان انا يعني مبوظ الدنيا، وهو ده اللي مزعلني وده اللي مضايقني في الموضوع كله. يعني ايه لما انت تبقى بتحب والدك او بتحب والدتك وبعدين يجي واحد يشتمك بيهم، شعورك ايه ساعتها؟ ايه اللي ممكن يحصل لك ساعتها؟ ده نفس الشعور بالظبط، ان انا هذا الحب حب من وانا صغير، فلما تيجي الموضوع تخش في الشيطانه ديت موضوع صعب، يعني صعب بالنسبه لي انا بالذات. يعني شعور حضرتك ده مقدر على اساس ان حضرتك جيت من القاهره لحد التميز الزهيره في الاهليه، بتقول للجماعه انا ما كل ما اقصدش ان انا اسيء للسيده ام كلثوم، وكل الناس اللي عارفاني هي مدركه تمام الادراك ان الموضوع فيه ملابسات كتيره. بص حضرتك، هو الفيسبوك الفيسبوك عمل حالة من حالات الهوس عند الناس، يعني انت ممكن في لحظة مثلا يخلوا واحد شيطان في ثلاث دقائق بقى الموضوع سهل، واي عيل صغير يعمل اي صفحة ويعمل اي حاجة ويعمل اي موضوع، لدرجة ان انا استغربت، يعني قلت لهذه الدرجة الناس الكبيرة ما عندهاش القدرة على انها تقعد تركز وتفهم، وتفهم اذا كان الكلام متاخد من سياقه ولا مش متاخد من سياقه؟ بس ده موضوع زعلني طبعا، لان اصل ايه انت لما تسيء لحد هو يستحق الاساءة، انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة، انما انت لما يشيطنوك في حد انت، شوف أم كلثوم جمالها وعظمتها
تعدى حدود انها مطربه عبقريه وبس. نعم. لا الموضوع مش مطربه عبقريه وبس. صحيح. صحيح. هي 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 تجاوزت ده في منتهى الوطنيه وفي منتهى الحصار وفي منتهى المحبه. انا بقى لما حد يجي يقول لي ايه انت شتمت في واحد بيحب مصر، يا نهار اسود ليه كده. انا في ناس بتحاول بقدر الامكان انها تشيطني، وموجودين عندنا في اتحاد الكتاب هم مش عاجبهم الاداء بتاعي لان انا واقف لمشاريع كتيره جدا انا ضد الاخوان شكلا وموضوعا طوال الوقت، فمش مش هيفطر.